طبعا مدينة وايد حلوة ومنظمة مرتبة، وطبعا كاظم الساهر فوق من روعة. احنا جينا اليوم عشان حفلة القيصر كاظم الساهر، التنظيم جميل واكثر من رائع. الحقيقة هي المدينة رائعة والتنظيم رائع والقيصر تحفة، وكانت الحفلة كلها جميلة، تنظيم رائع، تسلموا. تحفة ما شاء الله، انا يعني اول مرة احضر له، لكن بسمع له من زمان اكيد، وصراحة اكسبيرينس 10/10. يعني التنظيم بتاع الحفلة حلو، وكل حاجة more than clean and perfect ما شاء الله صراحة، يعني wonderful experience. كاظم اللي جمهوره في مصر وفي الدول العربية كلها، وكمان مدينة العلمين مدينة رائعة جذبت السياحة المصرية والعربية. مفخرة لكل المصريين ان احنا نكون موجودين هنا السنة دي في المهرجان في دورته الثانية. فظيعة، والحفلة تجنن، كوزم يجنن، الستيج فظيع، بهرنا بجد. حسن حظي اني جيت الحفلة هذه، والحفلة رائعة من تنظيم، من حضور، ومن حاجة، كل حاجة في مصر بتكون احلى واحلى دبل اكسترا عن لما تكون برا. طبعا مدينة العلمين مشاريع جبارة ما شاء الله، وشيء مبهر وجميل، يعني يضاهي المدن العالمية صراحة، ما يحتاج يعني نطلع من مصر، في كل حاجة فيها حلوة. حفلة حلوة كثير، وانا جاية من الرياض من السعودية، وعجبتني الحفلة، والتنظيم رائع، من الياء للألف الياء، مرة حلوة تهبل. هو أمر، الحفلة تجنن ما شاء الله، صوته لحد دلوقتي فظيع فظيع، زي ما بدأت أسمعه من 25 سنة. مدينة حلوة قوي، بنفتخر بيها، وكل حاجة في منتهى الجمال، up to date، وحفلة كاظم الساهر واو ويجنن، والجوم بتاعه حلو، والحفلة منظمة جدا جدا. نقلة حضارية كبيرة جدا، يعني اللي احنا نيجي هنا نلاقي كل حاجة، كل الحفلات وكل المهرجانات دي، حاجة عظيمة جدا، وواجهة مشرفة لبلدنا كلها. يعني تألق دايما، والحفلة راقية، والناس اللي بيكونوا موجودين في المستوى يعني وبس. والعالمين طبعا، ده انا ما فيش، ما اقدرش اقول دي العالم عالمين، بس اكتر من كده. حفلة جميلة، والمدينة رائعة عالمية. مدينة العلمين حلوة قوي، وبقت حاجات كتير، وبقينا مبسوطين فيها، وكاظم الساهر مفيش كلام عليه. اول مره اجيها، اجي مدينه العلمين، كانت حلوه قوي، ويعني انبهرت بالمكان، كل حاجه فيها منظمه الصراحه، وحتى الطرق واحنا داخلين كانت كل حاجه بيرفكت. يعني اول مره اجيها، بس طبعا رائعه، والحفله اجمل من كده ما شفتش. يعني انا لسه جايه من بره، بس بصراحه العلمين رائع بصراحة، أحلى حفلة رحتها لحد دلوقتي. العالم عالمي.